معاك عربية ولا مركب تكييف في بيتك أو حتى بتشحن باقة إنترنت عالية؟ يبقى خلي بالك علشان احتمال بطاقة التموين بتاعتك يطلع قرار بوقفها. إيه حكاية الضوابط الجديدة لصرف التموين؟ وإمتى بطاقتك هتقف؟ وإيه حكاية فصل نص مليون أسرة من التموين؟ كل ده وأكتر هتعرفه بس تابعنا في الفيديو ده. بطاقات التموين عليها قلق اليومين دول، والكل دلوقتي خايف على بطاقته تقف، لان حاليا بتحصل فلتره للبطاقات، يعني ممكن تصحى في يوم ما تعرفش لا تصرف عيش ولا سلع. والجديد بقى اللي هو بيحصل في الكواليس، لان في ناس كتير ما تعرفش حاجه عن المناقشات الدايره لتحديد ضوابط جديده على اساسها الحكومه هتحدد اذا كان المواطن ده يستحق بطاقه التموين ولا لا. الدكتور سمير صبري مقرر لجنه الاستثمار الخاص والمحلي والاجنبي بالحوار الوطني قال في برنامج مصر الجديده ان دلوقتي في غربله بتحصل كل اللي معاهم بطاقات التموين الفترة اللي جاية، وخاصة ان في 60 مليون بطاقة تموين، وكل بطاقة منهم في اللي يستحق الدعم وفي اللي ما يستحقش، وعلشان كده لازم تحصل عملية الغربلة في بطاقات التموين. وقال ان تحديد اذا كان الشخص مستحق او غير مستحق للدعم ممكن تتحدد من خلال قيمة راتبه، واذا كان مؤمن عليه ولا لا، او من خلال استهلاكه في الكهرباء وعدد افراد اسرته، وهل عنده عربية او عقار، ونوع العربية اللي معاه ايه. والاغرب بقى انهم دخلوا تكييف في الحوار، وقال لك ان وجود تكييف في البيت ومعدل استهلاك الكهرباء بالزيادة أو حتى استهلاك الإنترنت المنزلي وعدد الموبايلات داخل كل أسرة من العوامل اللي هتحدد مستحقين الدعم من عدمه في بطاقات التموين. يعني تخيل معايا كده حجم باقة الإنترنت اللي أنت بتشحنها أو عدد الموبايلات اللي ماسكها أنت وعيالك ممكن يوقفوا صرف التموين اللي هي بقيمة 50 جنيه شهريا لكل فرد. وعلى فكرة قال إن بطاقات التموين تمت غربلتها أكتر من مرة خلال السنين اللي فاتت، وكان عدد المستفيدين من البطاقات 70 مليون بطاقة، بس بعد الفلترة اللي حصلت وصلوا 60 مليون بطاقة. وقال كمان ان الشخص اللي هيخرج من منظومة التموين هنرسل له اختار بان شروط استحقاق الدعم غير مطبقة عليه، وهيكون عنده فرصة لمدة شهر او اتنين لتقديم تظلم لو كانت في معلومات خطأ. بس هو طمن المواطنين وقال لهم ان ملف بطاقات التموين والتحويل للدعم النقدي بندرسه بعناية كبيرة، وهدف الدولة رفع مستوى معيشة المواطن مش الضغط عليه. وخليني افكرك بقرار وزير التموين من ايام لما وجه خطابات لمديريات التموين على مستوى الجمهورية علشان ينبهوا اصحاب البطاقات انهم ممكن يلاقوا رساله على بون صرف العيش بوقف البطاقه في موعد اقصى 31 اغسطس من 2024 في حاله عدم تقديم مستندات تحديث البيانات لمديريه التموين التابعين ليها. الوزاره قالت كمان ان سبب قرارها ده هو وجود افراد على البطاقه بدرجه قرابه غير معروفه، علشان كده اي مواطن يلاقي الرساله لازم يروح على مكتب التموين بصوره البطاقه والرقم القومي علشان يثبتوا درجه القرابه. وغير كده وزاره التموين قررت انها تسقط 500 الف بطاقه تموين بسبب الكهرباء بعد ما تتبعت كشوفات حوالي نص مليون مواطن طلعت ليهم محاضر سرقه كهرباء سواء من رجال الضبطيه القضائيه او مباحث الكهرباء. مش بقولك الدنيا مقلوبه واي حد معاه بطاقه تموين يخلي باله منها. انت بقى شايف ايه رايك في اللي الحكومه بتفكر فيه، خصوصا حكايه باقات النت وعدد الموبايلات اللي في كل اسره؟ شايف ان ده منطقي؟